Day 19 of Bonta Sundays to memorize the Holy Quran. Again, this is Volunteer PD, your Quran student. This is brought to you by Damulag.com and Rahikal Quran Institute. Rahikal Quran Institute. If you want to memorize the Holy Quran, you enroll at Rahikal Quran Institute, as can be found on the caption. Please also visit damulag.com for quality full shirts. The featured product for today is this polo shirt long sleeve Quran Institute. It is an online session with Ustad Sami Abdel Fattah. Okay, so you will be, if you enroll, our teacher will be Ustad Sami Abdel Fattah. He is a graduate of Al-Azhar University in Cairo, Egypt, with a degree of Arabic studies and Arabic studies, Islamic studies and Arabic language. Okay, so this is through Zoom. So this is your chance. This is our chance to memorize the Holy Quran with a teacher, just by online sessions. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أستاذ هو الذي بعث في الأميين
مبينا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلهكوا بهم وهو العزيز الحكيم يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين هملوا التوراة ثم لم يهملوها كمثل الحمار يهمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون قل إن الموت الذي
بلاده. قل إن الذين يرمون منهم الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة ذلكم خير لكم إن تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. استاذ أيوة
are you doing, Ustad? What surah, Ustad? Pardon, please. Surah Al-Insan. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما شاكرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن هديناه السبيل إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار
يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخفون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون